تعتبر كنيسة القديس جوارجس للروم الأرثوذكس الحصن من الكنائس القديمة في شمال المملكة، حيث يعود بناؤها إلى عام 1886، وهي ليست الكنيسة الأولى في المنطقة، بل هناك كنيسة سبقتها في شمال المملكة، يرجع تأسيسها إلى القرن الثاني الميلادي في عهد انتشار المسيحية من شرق الأردن إلى العالم. مندوبتنا في الشمال نيفين حداد زارت الكنيسة والتقت راعيها الأيكونومست معاني الخوري وأعدت التقرير التالي. ما بين الماضي والحاضر والمستقبل ما زالت الصورة والمكان واحد. احتضنت هذه الكنيسة الجميع وأقيم فيها كافة الصلوات وصدح صوت المرنمين فيها وليومنا هذا. تصويرنا اليوم من أقدم كنيسة في الشمال وهي كنيسة القديس جوارجس للروم الأرثوذكس في الحصن والتي بنيت في عام 1886. الكنيسة الحالية القديس جوارجس للروم الأرثوذكس في الحصن سنة 1886 ميلادي، ولكن لم تكن هذه الكنيسة هي الكنيسة الأولى، فيوجد كنيسة في الحصن من القرن الثاني الميلادي على اعتبار أن الأردن وفلسطين أرض مقدسة ومنها انتشرت البشارة المسيحية إلى كل العالم. فالرب يسوع المسيح اعتمد في مياه الأردن وداست قدماه الطاهرتين تراب الأردن، حيث أتم أعجوبة شفاء المجنونين في كورة الجرجسيين أو الجدريين وما تعرف حاليا بأم قيس، كما أنه بعد دمار القدس في سنة 70 ميلادي انتقل مقر كنيسة القدس لغاية سنة 135 ميلادي إلى منطقة بيلا وما تعرف حاليا بطبقة فحل، مما أدى إلى ترسيخ وتأسيس الكنائس أكثر وأكثر في منطقة الأردن. واليوم يعود ليشهد أبناء بلدة الحصن والرعية بشكل خاص على إحياء الماضي ليتجدد، حيث تم إعادة ترميمها وصيانتها من الداخل بعد عمل دام لمدة 7 أشهر، ومنحت البركة والصلاة فيها على يد صاحب السيادة مطران الأردن للروم الأرثوذكس كريستوفوروس عطالله جزيل الاحترام بمساعدة لفيف من الكهنة الأجلاء. هناك كنيسة في الحصن أيضا من القرن 15 هدمت سنة 1680 على يد الأتراك. كنيسة القديس جيورجيوس في الحصن كنيسة كسائر الكنائس في الأردن مرت بظروف تاريخية، عاشت ما عاشه هذا الوطن، فرحت لفرح الوطن ووقفت بكل ثقة وبكل إيمان مع كل الأحداث التي عايشها الأردن على عبر العصور، ومؤخرا تمت أعمال صيانة وترميم في الكنيسة، وكما ترونها بالحلة الجديدة الحالية. وأيضا ندعو كل أبنائنا في داخل الوطن وفي خارج الوطن لزيارة كنيستنا في الحصن، مما يساهم في ترسيخ انتمائنا لوطننا ولمقدساتنا وللحفاظ على الوجود المسيحي في الأردن. والناظر من داخل دير الكنيسة يرى مقبرة الكهنة الذين خدموا الكنيسة والتي هي جزء لا ينفصل عنها، ومنهم الإيكونوموس الآب عيد جوينا طيب الذكر. المقتنيات القديمة تحتفظ الكنيسة بها داخل المتحف التابع لها. أهمية إحياء التاريخ والإرث المسيحي والمحافظة عليه مسؤولية الجميع وأصحاب الشأن المعنيين، فهي هويتنا وحضارتنا القديمة الجديدة. نيفين حداد من محافظة إربد.